أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمراجعة الشراكة وبحث التعاون العسكري بين البلدين. السلام عليكم، ازيكم؟ الحلقة دي انا مش جايب لك فيها اخبار، انا جايب لك قنابل، قنابل من العيار الثقيل، خلاص؟ وخد بالك الكلام اللي هقوله لك ده صعب جدا يتناقش في توك شو على التلفزيون، وصعب جدا يتناقش في وكالة انباء، يعني ده حاجة من الاخر. ايه اللي حصل؟ امبارح عملت حلقة قلت لك يوم الثلاث قعد نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان. خالد بن سلمان او نائب وزير الدفاع ده الشقيق الاصغر لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ماشي كده؟ الامير محمد بن سلمان بيسموه في امريكا ديفاكتو، او في الاعلام الغربي يقول لك ديفاكتو، ديفاكتو يعني الحاكم الفعلي، وبيطلقوا عليه، مش بيكتبوا بقى محمد بن سلمان، بيقولوا عليه ام بي اس، فبيسموه ديفاكتو ام بي اس او الحاكم الفعلي محمد بن سلمان، لان هو بقى اللي بيدير الامور وبيطبق السياسات وبيشرف على كل حاجه، ناقصه بس اللقب فبيسموه ديفاكتو. فتخيل ان وزير الدفاع اللي هو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بيبعت النائب بتاعه لامريكا، خلاص امريكا اللي بينهم مصانع الحداد بينها وبين السعوديه، نائب وزير الدفاع بيصل الاراضي الامريكيه مصحوب بوفد وبيدخل جوه البيت الابيض وبيلتقي مين؟ بيلتقي واحد من العقليات اللي بتشغل البيت الابيض كله، اللي هو مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفان. جاك سوليفان ده راجل بيدير السياسات العسكريه للرئيس الامريكي، وراجل له كلام جوه، وانا جبت لك اكتر من مقاله ان في ثلاث شخصيات بارزين بيتحكموا في السياسات الامريكيه داخل البيت الابيض: جاك سوليفان، انتوني بلينكن، ويليام بيرنز. الناس دي من الاخر خلاصه، يعني ما تاخدش على كمالا هاريس قوي، ما تاخدش على لويد اوستن قوي، خليك بس في السياسات كسياسه. الثلاثة دول هم اللي بتحكموا في حاجات كتير قوي. فخالد بن سلمان او الامير خالد بن سلمان دخل والتقى جاك سوليفان، وكان الكلام اللي طالع امبارح زي ما انا قلت لحضرتك ان الاثنين اثنوا على العلاقات الثنائيه، وجاك سوليفان نقل تاكيدات الرئيس الامريكي جو بايدن وقال ان هو ملتزم بامن السعوديه وملتزم بالاتفاقيات الامنيه مع السعوديه وبيثني على العلاقات التاريخيه. في نفس الوقت الامير خالد بن سلمان بعد اللقاء ده قام منزل تغريده بيتكلم على العلاقات التاريخيه بين السعوديه وامريكا، وبينزل صوره ليه مع مستشار الامن القومي جاك سوليفان. خلاص امشي بس معايا عشان الكلام اللي هقوله لك ده خطير جدا، وعلى فكره ما فيهوش اعاده، ما بعتش ده كلام جديد بقى وعلى ميه بيضاء. فالحقيقه ده كان لقاء وتم. المفروض ان بعد كده يغادر نائب وزير الدفاع السعودي الاراضي الامريكيه ويرجع المملكه. لا، التقى النهارده الامير خالد بن سلمان بمين بقى يا باشا؟ لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي، في لقاء كان مفاجئ جدا بالنسبه لي. ليه؟ خلي بالك لويد اوستن ده ولي العهد السعودي رفض يقابله. لويد اوستن كان في قطر، خلاص، والمفروض والطبيعي ان بعد ما يلتقي المسؤولين القطريين يطلع على السعوديه، خلاص؟ فقام مكلم السعوديه عشان يجي، ما هو بيرتبوا له الزياره. فالديوان الملكي السعودي قال له معلش اصل ولي العهد السعودي مشغول شويه، بس خد بالك ولي العهد السعودي ده وزير الدفاع السعودي، فقال له معلش مشغول والجدول بتاعه مزدحم فمش هينفع يقابلك. وكانت ساعتها تسريبات خطيره جدا طالعه في وول ستريت جورنال وقلبت المنطقه كلها، ازاي السعوديه ما تقابلش وزير الدفاع السعودي؟ فانت عندك دلوقتي نائب وزير الدفاع السعودي بيلتقي بوزير الدفاع الامريكي. في مؤشر لتحسن العلاقات، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يزور الولايات المتحده ويلتقي وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن. في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة تجمعه بأوستن على هامش اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين السعودية والولايات المتحدة، قال بن سلمان إنه التقى لويد أوستن بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك لمراجعة الشراكة السعودية الأمريكية والتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر بين البلدين الصديقين. كما أشار إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال. تاني حاجة خد بالك من الشخصيات اللي كانت حاضرة اللقاء ده، لان ده كان لقاء موسع، ده مش لقاء عادي. اللي كان في اللقاء ده يا باشا السفيرة السعودية لدى واشنطن واسمها ريما بن بندر بن سلطان. على فكرة الست دي محترمة جدا وشخصية مرموقة وسياسية كبيرة، وخلي بالك ان هي كانت حضرت دعوة العشاء اللي عملها جو بايدن وقت عيد الفطر للمسلمين، كان عامل دعوة عشاء كده وهي حضرت والتقطت صور هناك وكان ليها صور مهمة، فكانت قاعدة في اللقاء ده. تاني حد هو محمد بن سعد الجبير، خلاص، سفير السعوديه لدى اليمن، والمهندس الركن طلال بن عبد الله العتيبي المستشار العسكري لوزير الدفاع، وهشام بن عبد العزيز بن سيف مدير مكتب نائب وزير الدفاع السعودي. اربع شخصيات
مع نائب وزير الدفاع السعودي. انت بتتكلم خمس شخصيات سعودية رفيعة المستوى قاعدين في لقاء مع وزير الدفاع الامريكي. ومين تاني؟ مين تاني قاعد مع وزير الدفاع الامريكي من الطرف الامريكي؟ بريت ماكوجر. بريت ماكوجر ده مقرب جدا من السعوديين، ويقال ان هو بيتدخل لتسوية الخلافات، وان هو بيتدخل لشرح المواقف الامريكية لدى السعودية، لان ده منصبه منسق شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى مجلس الامن القومي الامريكي، منصب رفيع. طيب انا اللي واخد بالي من الصور اللي طلعت ان وزير الدفاع الامريكي بينصت باهتمام لنائب وزير الدفاع السعودي. جميل. ليه انا بقول لك بينصت الاهتمام؟ لان خلي بالك لويد اوستن ده شخصيه بيقال انها شرسه وهاديه، يعني ما بيتعصبش بس شرس جدا جدا، خلاص. فكون هو يقعد ينصت باهتمام كده وصور يتم التقاطها بالاهتمام ده في المحادثات، ده يوريك حاجه كويسه. كل الكلام اللي طالع كلام جيد جدا. هتقول لي طب وايه المشكله؟ انت جاي تقول لنا لقاءات؟ هقول لك لا، انا جاي اقول لك اللي ورا اللقاءات ازاي. النهارده في اتنين نواب، واحد جمهوري وواحد ديمقراطي، بعتوا جواب بقى بيستفسروا، بعتين جواب للاداره الامريكيه. قالوا لهم ايه التهريج اللي عندكم ده؟ انتوا ازاي تسمحوا لنائب وزير الدفاع يخش البيت الابيض؟ انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ طب مين الاثنين نواب؟ النائب الاول اسمه توم ميلانوفسكي، خلاص. توم ميلانوفسكي ده نائب ديمقراطي وبيكره الشرق الاوسط تقريبا وبيكره العرب. يعني الراجل ده اصلا كان له مع مصر كذا موقف، وكان عاوز يمنع المعونه العسكريه لمصر، وكان خد كذا قرار كده ضد المعونه العسكريه ان يتم ارسالها لمصر. فالراجل اصلا ايه شكل يعني. وده نائب عن ولايه نيو جيرسي، ونائب جمهوري اسمه برايان فيتزباتريك. براين فيتزباتريك ده نائب جمهوري، واول مره اسمع له حس يعني الراجل ده حصلت مشاكل كتيره في الكونغرس الامريكي ما سمعتلوش حس يعني. بس براين وتوم بعتوا خطاب وبيسالوا، بيقولوا يعني ايه بقى تستضيفوا نائب وزير الدفاع السعودي بالذات خالد بن سلمان؟ طب وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ده احنا بنتقارب مع السعوديه. لا معلش، جو بايدن اول ما دخل البيت الابيض بعديها بثلاث اشهر المخابرات الامريكيه اصدرت تقرير وربطت بين مقتل الصحفي جمال خاشقجي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. القائمه دي كان فيها منع تاشيره ل 76 شخصيه مسؤوله في السعوديه، يعني مش 76 مواطن سعودي، لا 76 مسؤول سعودي. فقالوا لهم خدوا بالكم احنا مش هبل، انتوا ما سميتوش ال 76 مسؤول سعودي اللي منعتوهم من دخول الاراضي الامريكيه، بس خالد بن سلمان ينطبق عليه جميع الشروط لمنعه من دخول الاراضي الامريكيه، والراجل ده احنا كنا متاكدين ان هو في القائمه. عشان بس اشرح لك تاني، عشان بس ايه الدنيا تبقى باينه، انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي لما طلع القرار بتاع المخابرات الامريكيه فرض عقوبات على السعوديه، وقال لك في 76 مسؤول سعودي ما يخشوش الاراضي الامريكيه، ممنوع فيزا ليهم، خلاص. بس ما قالش الاسماء، ما قالش هم مين، هو قال في 76. فالاثنين نواب دول بيقولوا انت ما قلتش الاسماء، بس خالد بن سلمان ده ينطبق عليه جميع الشروط، ده كان فيهم، حلو كده؟ وقاموا قايلين له، خلي بالك ده كان طالع تقرير على فكره لنقل الموضوع ده المونيتور وميدل ايست اي، وقاموا قايلين له ده الامير خالد بن سلمان ده كان من اواخر الناس اللي اتصلت بجمال خاشقجي. على فكره انا عندي رد للموضوع ده برضو نازل في نفس الصحيفتين، لان المقاله تقريبا واحده في الصحيفتين، بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له خلي بالك اصل ما تمش ذكر اسم الامير خالد بن سلمان في التقرير بتاع سي اي، ان هو مدان. والامريكان صحيح اعترضوا الاتصال بين الامير خالد بن سلمان والصحفي جمال خاشقجي، بس الراجل لا كان بيهدده ولا كان بيقول له اي حاجه فيها اساءه ولا حتى كان بيوجهه لاي حاجه خالص. الامريكان لو تحت ايديهم دليل كانوا طلعوه في التقرير ده، وكانوا ادانوا خالد بن سلمان لان هو مش مسؤول رفيع المستوى. على فكره خالد بن سلمان او الامير خالد بن سلمان كان سفير السعوديه لدى واشنطن السابق، فمنصب ممكن يتم فرض عليه عقوبات، ممكن ان امريكا تطلع تهاجمه، بس ما كانش في اي حاجه تدين الراجل، حلو كده؟ ده تطور في اللقاءات اللي حضرتك شايفها دي بتحصل في امريكا. هتيجي تقول لي على فكره الكلام ده كله ما يدخلش معايا وما يسدش معايا، الكلام ده كله اي كلام عادي، لقاءات وايه المشكله؟ هقول لك لا، ده انا جاي لك في التقيل بقى. سي ان ان النهارده تنفعك؟ سي ان ان دي هي واجهه الاعلاميه للمخابرات المركزيه الامريكيه او سي اي اي، والدليل لما امريكا التقطت صور لمصنع صواريخ باليستي صيني في منتصف الاراضي السعوديه عن طريق الاقمار الصناعيه، سربت الصور دي للسي ان ان وقالت لهم بصوا طلعوها. سي ان ان افرجت عن الصور دي، وكانت حركه ذكيه جدا لان المسؤولين الامريكان ما خدوش اي اجراء ضد السعوديه، وما كانتش تصريحات رسميه، ده بالعكس دي كانت تسريبات صحفيه. وعاوز اقول لك ان التقرير ده تم تسريبه وتم التعليق عليه من اكتر موقع عسكري وتم تحليله. فدي يا باشا اداه اعلاميه في ايد المخابرات المركزيه الامريكيه، حلو.
CNN طلعت قالت لك ايه؟ قالت لك بيتم العمل لعقد لقاء بين جو بايدن وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. هل انا اللي بقول؟ ابدا. ده CNN. هل ده موقع ضعيف؟ خالص، قوي جدا، قوي جدا، كانك جايبه من المخابرات المركزيه الامريكيه. بيتم العمل على عقد لقاء بين الطرفين. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، وانا مقتنع بالتحليل اللي بيقول ان السعوديه مش هتحل الامور غير لما الراجل ده يجي الاراضي السعوديه. بس ما كانش تحت ايدي مصدر قوي اتكلم في الموضوع ده، ككلها تسريبات تكهنات. CNN لما تطلع تقول لك الكلام ده، لا، بتقول لك ايه؟ بتقول لك احنا جايبين الخبر ده من ثلاث مسؤولين رافعين المستوى في الاداره الامريكيه، وثلاث مسؤولين رافعين المستوى في السعوديه، بيتم العمل على عقد لقاء. طيب CNN ما قالتش الخبر كده ورميته، لا، استضافت محلل عشان يحلل لها خبر. ما هو عايزين نعرف بقى. خلي بالك المقاله نازله ايه، مقاله طويله قوي. انا مش هستند على المقاله الواحده، انا هستند على اكتر من مقاله عشان اشرح لك الوضع بشكل كبير. الحقيقه ان الخبير قال CNN، قال لها خلي بالك ده الطبيعي، كل اللي كان بيحصل قبل كده مش طبيعي تمام، كان بيحصل قبل كده كان غير منطقي. انت بتتكلم ان اكبر مصدر للبترول في العالم اللي هو السعوديه، انت داخل في عناد معاه، وبتتكلم ان هو مش في اولوياتك اصلا، وده استراتيجيا ما ينفعش. في نفس الوقت لما تيجي تبص على الرئيس الامريكي بيهدد السعوديه والسعوديين ويقول انا هخلي السعوديه جزيره منبوذه وحاكم واعمل واسوي، ده حاجه مش طبيعيه. الراجل ادرك والاداره الامريكيه ادركت خطوره السعوديه. طب الخطوره دي جايه من السعوديه نفسها؟ مش جايه من السعوديه بس، دي جايه من غرب اسيا. يعني خد بالك، منظمه اوبك اللي هي متحكمه فيها السعوديه والامارات قالت احنا مش هنرفع انتاج النفط خالص، احنا هنخلي انتاج النفط زي ما هو، برغم ان اسعار مولعه في السوق، وبرغم ان السوق يسمح ان انت لو زودت الانتاج هتكسب اكتر، لان الطلب عالي عالي جدا. السعوديه مش هترفع الانتاج. تاني حاجه، السعوديه هددت انها ممكن تبيع البترول بتاعها للصين باليوان. مش بس كده، ده كلام طالع في وول ستريت جورنال، ان رئيس الصين ذات نفسه هيجي السعوديه ويتم استقباله بالطريقه الترامبيه، او يستقبلوه زي ما استقبلوا الرئيس الامريكي الاسبق. فكلام خطير. مال ده مال غرب اسيا؟ قالك معلش، السعوديه طول ما هي ما بترفعش الانتاج السعر بيزيد، بوتين بيعرف يبيع النفط بتاعه، يعني بيعمل تخفيض. لو البترول مثلا ب 110 دولار يبيعه ب 95 دولار او 70 او 80، لفين؟ مش لاقي حته بقى، لغرب اسيا. فغرب اسيا مش بيشتري بترول روسي بالدولار، ده بيشتريه بالروبل الروسي. فكده السعوديه مش هتدعم بس بوتين في حربه على اوكرانيا، بتدعم بوتين في ضرب الدولار. فلازم امريكا تعالج الموضوع ده، خاصة انها لازم تعالجه قبل ما يتم التأكيد على زيارة رئيس الصين للسعودية. ما نصبحش الصبح نلاقي رئيس الصين جاي السعودية، لازم نتحرك على طول. طب وايه اللي يسمح بكده؟ وايه اللي ممكن الباب الموارب اللي ممكن بايدن يخش منه؟ الحقيقة الباب الموارب ده اتفتح على اخره اول ما حصل العزاء بتاع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات. اول ما الراجل ده توفاه الله، الادارة الامريكية قالت لك بس فرصة وجات لنا، نروح بقى يا باشا نبعت وفد رفيع المستوى وننتهز الفرصة دي ونعزي الإمارات بوفد لم يسبق إرساله قبل كده في عزاء أي دولة. وهو إيه؟ وفد تقريبا الإدارة الأمريكية كلها راحت تعزي، ده من كبيرها لصغيرها. هتلاقي إن كمالا هاريس نائبة رئيس الجمهورية، هتلاقي لويد أوستن وزير الدفاع، هتلاقي أنتوني بلينكن وزير الخارجية، هتلاقي ويليام بيرنز رئيس المخابرات الأمريكية، راحوا كل دول كلهم وقعدوا مع الشيخ محمد بن زايد يتبادلوا الكلمات ويتبادلوا النقاشات والكلام ده كله، كلام مهم. فدي كانت فرصة عشان تتقرب من الإمارات. بس أنت عارف إن الإمارات مش هتشتغل لوحدها، يعني شغل إن أنت تجتذب الإمارات بعيدة عن الخليج مش هينفع، والأمريكان عارفين كده تمام، خاصة إن هم عارفين إن الشيخ محمد بن زايد قريب جدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في الحتة دي والحركة دي مش هتنفع. فعشان تلبي مطالب الإمارات هتلبي مطالب السعودية، بس تبقى حركة وداخلة جميلة توضح فيها إن الإدارة الأمريكية تداركت أهمية الخليج وتداركت ضرورة القرب من السعودية والإمارات، وإن دول حلفائنا وإن دول حبايبنا. خاصة لما تيجي تبص يعني إن الإدارة الأمريكية من بداية حرب أوكرانيا ما بتردش على السعودية خالص ولا الإمارات، ما بيردوش عليهم خالص. السعودية والإمارات هي اللي عمالة تطلع تقارير، ده إحنا هنربط البترول بتاعنا بالصين، ده إحنا هنستقبل رئيس الصين. الأمريكان ما بيردوش ليه؟ أدركوا إن هم لازم إن هم يستحملوا الجانب السعودي والإماراتي، لأن هم السبب، هم اللي دخلوا هجوم. جو بايدن ده اللي هاجم في الأول، فاستحمل بقى اللي يجيلك. أي حاجة تسمعها من الخليج خدها وأنت ساكت، ما تعلقش عليها حتى. قال لك طبيعي جدا إن الرئيس الأمريكي يجي السعودية، بس قال لك اللقاء ده لو حصل هيحصل بعنوان إيران. يعني الاثنين دول لما يلتقوا، ولي العهد السعودي مع جو بايدن، يلتقوا الاثنين هيبقى العنوان الرئيسي إيران.
لإيران إن جو بايدن لحد دلوقتي فاتح إيديه لعودة الاتفاق النووي، وحيجي يجلس مع السعودية ويقعد مع ولي العهد السعودي اللي رافض أصلا الاتفاق النووي ده، ويجي يقعد يتكلم معاه. طب هتكلم معاه في إيه؟ طب ما أنت بترحب بالاتفاق النووي وأنت عارف إن السعوديين مش مرحبين بحاجة زي كده. أنت هتقوي إيران وهتدي إيران صفقة ضعيفة جدا وهتأذينا. ولو أنت معتقد إن المفاوضات بتاعت الاتفاق النووي فشلت، نيوزويك منزلة تقرير من ساعة، يعني من ساعة بالظبط، بتقول لك يا باشا، بتقول لك معلش الاتفاق النووي رجع تاني والمفاوضات هترجع فيينا. ليه؟ لان انريكي مورال مبعوث الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا راح ايران وقعد مع الايرانيين، والحقيقه نيوز ويك لاول مره بتكشف عن اللقاء حصل فيه. انريكي مورال راح قال لهم الاقتراح اللي انا جيت وقلته لحضرتك، ان احنا ما نرفعش فايلق القدس اللي هو الذراع الخارجي للحرس الثوري الايراني، ونرفع الحرس الثوري، يعني نشيل الحرس الثوري من العقوبات ونخلي فايلق القدس في العقوبات او في قائمه المنظمات الارهابيه، نرفع ده ونخلي ده حل جزئي. فالايرانيين ما وافقوش قوي على الحل ده، بس وافقوا ان هم يدوا مطالب بديله، يعني احنا ممكن نشوف مطالب تانية ادام الموضوع معصلك كده، نديكوا مطالب تانية ممكن دي تحل الموضوع ونرجع تاني لمفاوضات فيينا. فانريكي مورال لما رجع بعد ما اتقبض عليه في المانيا وحققوا معاه في المطار والكلام ده كله، ما كانوش عارفين ان هو مندوب الاتحاد الاوروبي، التقى بجوزيف بوريل مسؤول السياسات الخارجيه في الاتحاد الاوروبي، وقال ان اللقاء اللي تم بين انريكي مورال والمسؤولين الايرانيين كان لقاء مثمر. فدي حاجه تبين لك ان الاتفاق النووي هيرجع. طب ايه اللي معصلك؟ على حسب نيوز ويك، جو بايدن مش عاوز صفقه تكون ضعيفه قوي، وعاوز حاجه يقدر يلتف بيها على اعتراض الكونجرس. ده اللي كاتبينه في نيوز ويك، ان هو عاوز حاجه يستند عليها، يعني حاجه بس ما تخليش الكونجرس يبوظ الصفقه من اول لاخر. ايه هي؟ محدش عارف، لان ايران رافضه تقليص برنامجها الصاروخي، ايران رافضه حاجات كتيره جدا. فاللي طالع في نيوز ويك ان الاتفاق ده ممكن يكون ما يقضيش على البرنامج النووي الايراني بس يخفف منه. برضو انا مش مقتنع بالكلام ده قوي يعني، بس ما علينا. بس هتشوف المفاوضات النوويه شغال، المفاوضات النوويه شغاله، والراجل هيجي يقعد مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. ليه برضو؟ ما السؤال ليه يعني؟ ليه الراجل يهيد نفسه يجي؟ على فكره انا مقتنع ان هو جاي، ممكن ما يجيش، ممكن ولي العهد السعودي يروح، وده احتمال ضعيف وانا شايفه ضعيف جدا. بس لو جه، لو جه هيجي ليه؟ قالك هيجي عشان كذا حاجه. بقى لو جيت بص استراتيجيا كده، سيب بقى من الحاجات السياسيه، استراتيجيا الراجل ده عاوز يضرب تمويل الجمهوريين. يعني مش انا جيت قلت لك ان ولي العهد السعودي ادى جاريد كوشنر جوز بنت ترامب ومستشار ترامب السابق، اداله 2 مليار دولار، قال له خد يا جاريد استثمرهم في الشركه بتاعتك افنتي بارتنرز دي، روح استثمرهم. وده ايه؟ خد ال 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار السعودي، ما خدوش من جيب ولي العهد، لا رسمي يا باشا. السعوديه بتدعم مستشار ترامب اللي هيضرب بايدن في الانتخابات بتاعت 2024. ف جو بايدن عاوز ينهي الموضوع ده، ولقاها فرصه ان هو يجي يزور السعوديه، والاسباب الخارجيه كلها متوفره ان هو مش جاي عشان يضرب التمويل بتاع الجمهوريه. ده حاجه. تاني حاجه، طلبات السعوديه مش كتير. خلي بالك مش كل الكلام ده نازل في المقاله، انا بشرح لك الكلام ده من كذا مقال عشان بس الناس اللي هتفتح مقاله ورايا تقول لي لا احنا ما نقلاش الكلام ده، انا بقول لك الكلام ده من اكتر من مقال. خلاص، فقال ان الراجل ده لما يجي هينتهز فرصه كبيره جدا ان هو يصلح العلاقات مع السعوديين، لان مطالب السعوديين مش كبيره وسهله تحقيقها. ايه صفقات تسليح ممكن اديها لكم؟ ايه التزامات امنيه انا ممكن برضو اديها لكم؟ ما الاسطول الخامس موجود في البحرين ما اتحركش، ما انا ممكن اعيد الكلام ده كله. الكلام سهل بالنسبه للامريكان ان هو يتلبى، هو بس الضغوط من الكونجرس الامريكي، والضغوط دي هيقابلها الضغوط الاقتصاديه. الكونجرس هيرضخ نتيجه للضغوط الاقتصاديه، لان البنزين في امريكا بيسجل مستويات غير طبيعيه، غير طبيعية. الامريكان ما شافوش الاسعار دي بتاعت البنزين في تاريخهم عمرهم. شوف كم جيل جه في امريكا من ساعه ما اتعملت ما شافوش السعر ده، الامريكان بيصوتوا. فقال لك الضغوط الاقتصاديه دي هتواجه الضغوط بتاعت الكونجرس، وساعتها بايدن هيكون معاه سلاح يقول لك انا بصلح الاقتصاد. ده انا رحت السعوديه عشان خاطركم، انا رحت انجدكم ومش عاوز منكم حاجه. كلام خطير. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر، ويا رب انصر العرب، وتحيا مصر. سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهلي.